اتصلوا بنا الاخوه الناس ديال المثمر على واحد الطريقه جديده ديال الزرع اللي كيقولوا لها الزرع المباشر بلا ما نحرثوا الارض ما والو. قلنا كيفاش حنايا نزرعوا بلا ما نحرثوا؟ ما يمكنش. مجربين حيت حنايا كان ضروري كنحرثوا، ضروري كنحرثوا حرثه جوج ثلاثه عاد نزرعوا. جاوا الناس ديال المثمر داروا لنا التحليل ديال الارض وعطونا المواد التركيبه اللي غتخدم الارض. زرعنا جا ديك الشتي وانا تزرع جا مزيان داوينا. جات واحد شويه ديال الشتاء عاود درنا التسميد الازوطي درنا الملح 46. رغم قله التساقطات شويه الزرع ديال الطريقه القديمه كيبان ليا بدا كينقص مشى بحالاته، والزرع ديال طريقه الزرع المباشر وبقى الزرع مزيان وغادي مزيان غادي مشبر. كانت خاصه غير واحد شويه ديال الشتاء غتجي واحد المردوديه مزيانه ونتمنوا الخير من هنا لقدام وشكرا. في البدايه ديال الموسم جاو عندنا الاخوان ديال المثمر اقترحوا علينا الزراعه المباشره يعني بدون حرث. قبلنا الفكره ولكن بغينا تنشوفوا شي حاجه في ارض الواقع نجربوا في شي بلاصه. داونا لبعض الضيعات اللي هما مجربين فيهم قبل منا حنا ودرنا اجتماعات مع الاطور ديالهم في بعض المناطق مثلا في حد حراره او لا في المنطقه ديال عبده وهما داروا تجارب في بلايص اخرين. المهم في الاخر عجبتنا الفكره. جا الموسم الفلاحي جابوا لنا السمور، عطاونا حنا كجمعيه عطاونا سمور خاصه بالزراعه المباشره. بدينا كنزرعوا، زرعنا لنا حنا الضيعات الفلاحيه ديالنا حنا اللي كتهم الجمعيه ديالنا، وزرعنا للناس المجاور لنا والناس اللي قراب لنا، وكانت النتيجه ايجابيه 100% خصوصا مع هذه السنه. لحقاش هذه السنه كانت سنه جافه قليل الشتاء بزاف، ولكن كانت النتيجه لا باس بها. وخير دليل ها هو هذه الفلاحه اللي حنا واقفين فيها دابا. انتم كتشوفوا الفلاحه فيها لا باس بها، ماشي غنقولوا راها الفلاحه ممتازه 100% ولكن راه مع الشح ديال المياه. وبهذه المناسبه كنشكر الطاقم ديال المثمر ونشكر الفلاحه اللي مشاو معنا في الفكره ونشكر الاخوان جميعا.